الكرام إلى الملعب الأولمبي برادس لحظات قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الترجي الرياضي والاتحاد الرياضي الفلسطيني، وهو اللقاء السابع بين الفريقين في سباق كأس تونس لكرة القدم. للشوط أول انتهى على نتيجة 2-2، تقدم الترجي هدف أول ليوسف بلالي والثاني للنيجيري جونيور لوكوزا. في الأثناء أضاع يوسف البلالي إمكانية هدف ثالث بإضاعته لضربة جزاء جات بين الهدف الأول والثاني، يعني بعد ما ضيع يوسف البلالي ضربة جزاء سجل هدف في نفس الدقيقة، ثم جونيور لوكوزا أضاف الهدف الثاني. الأسبقية حمراء وصفراء في الشوط الأول والنصف الأول من هذا اللقاء. تقاسم التعليق على المباراة مع زميلي حبيب قويسم. مرحبا بك شكي، مرحبا بكافة مشاهدي القناة الوطنية الأولى. شوط ثاني باش ينطلق مع أول تغيير بالنسبة لتشكيلة المدرب معين الشعباني، دخول محمد أمين المسكين. ننتظر مكان من؟ مكان 25 غيلان الشعليلي باش ياخذ مكانه في وسط الميدان، ومردود الحقيقة نتاع الحكم أحمد الغندور، مردود متميز هو صحبة المساعدين نتاعو كما شاهدتوا مع نهاية الشوط الأول وإعادة الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. أنيس البدري ما كانش هو آخر لاعب قبل الحارس محمد علي أجراد، كان عامر العمراني هو اللاعب الأخير، وبالتالي هدف شرعي هكا نجمه بطبيعة نحكمه على الصورة، حتى لو كان ربما يكون حكم فوري. أنيس البدري مقدم شوية أو مش مقدم شوية، في الآخر القرار يقعد عند الحكم لحد الآن اللي أعطاه إشارة انطلاقة الشوط الثاني. أحمد الغندور الحكم الدولي المصري لحد الآن ثابت في قراراته، ضربة جزاء واضحة ولمس يد، وترجي متقدم هدفين مقابل صفر. هذه كرة للاتحاد الرياضي المنسيني، ورمية التماس هي الأولى مع انطلاقة الشوط الثاني. الاتحاد كمل الشوط الأول متأخر في النتيجة 2-0، أيضا كان قريب برشا من تذليل الفارق. كرة للياس الجلاسي وتخرج رمية 6 أمتار، 2 بلاش للترجي، ضربة جزاء ضايعة. كيف سيكون ردة فعل الاتحاد الرياضي المنسين؟ كيفاش ينجم يتعامل الترجي مع مجريات ما تبقى من هذا الشوط الثاني؟ 2-2 لصالح الترجي. أسبقية البليلي ثم جونيور لوكوزا، فما ضربة جزاء ضاعت زاد على يوسف البليلي. 2 بلاش في هذا اللقاء، لقاء كأس تونس بين الفريقين، وهو اللقاء السابع بين الترجي والاتحاد المنسيني، أول لقاء دار يوم 28 مارس 1982 بين الفريقين لحساب الدور. ثم النهائي انتصر فيه الترجي على ضيف الاتحاد 2-1، وآخر لقاء دار يوم 8 جوان 2011 وانتصر الترجي على مضيفه الاتحاد المنسيني 4-1. شيخ الأندية التونسية المنتشي هذه المدة بالتأهل للدور النهائي لأمجد الكؤوس الأفريقية بعد ما تحدى الميدان والجمهور والفريق الصعب تي بي مازامبيك. وقولي الترجي يعرف من أين تأكل الكتف، رجع بتعادل ثمين بعد أسبقية هدف مقابل شيء هنا في الملعب الأولمبي برادس بحضور أكثر من 50,000 متفرج. إن شاء الله الترجي سائر نحو اللقب الثاني على التوالي والرابع في سجله بإذن الله. مخالفة لصالح الترجي، إن شاء الله لباس البليلي يقوم لباس، وكرة ثابتة والتنفيذ سيكون لأيمن بن محمد لصالح الترجي. لا، يخلي الكرة للقائد خليل شمام. شمام يلعب كرة طويلة، البليلي يحضر البقير، لكن رجعت الكرة لصالح الاتحاد المنسيني. هذا الفريق اللي قلنا هذا الموسم قدم أداء ممتاز بقدوم لسعد الدريدي. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيني، لمسة كانت تقصيرة من فادي العرفاوي. كان فما تغيير في صفوف الترجي بخروج غيلان الشعلاني ودخول محمد أمين المسكيني، طبعا نسق ماراتوني للأحمر والأصفر في هذه الفترة. ينتهي بإياب كأس رابطة أمجد الكؤوس الأفريقية، رابطة الأبطال الأفريقية هنا في ملعب رادس. إن شاء الله يكون الاحتفال كبير للترجي.
ترجع الكرة لصالح الاتحاد المنستيري في مناطق الترجي. تبدل الكرات القصيرة، هذه كرة من ياسين العمري حامل قميص رقم 10، حلوة برشا التمريرة في مناطق الترجي. ما زالت الكرة لكن فما التغطية من خليل شمام ويربح مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذه الفترة بعد مرور إلى حد الآن 4 دقائق لعبوا وشاهدتوا الإعادة. أو خلينا نفكركم بأسماء الصحيحة المساعدين: تحسين أبو السادات مولود عام 76 وهو الحكم المساعد الأول دولي منذ 2011، والحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح مولود سنة 1979 دولي منذ 2018. مرة أخرى مشكور عماد الكيلاني على كل هذه الأرقام والمعلومات الخاصة بمباراة الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري. إلى حدود الدقيقة الخامسة، يعني 50 دقيقة في المباراة، فين بلاش للترجي الرياضي التونسي والامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري. بدا الشوط الثاني بالهجوم، الكرة الياس الجلاسي عنده الكرة، يطلب ياسين العمري يعمل المراوغة، يسقط والمخالفة بإشارة من الحكم أحمد الغندور، مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري. وقريب من كل العمليات الحكم المصري أحمد الغندور بمساعدة من تحسين أبو السادات، قريب برشا من هذه العملية. ومنكم الإعادة والمخالفة لياسين العمري على الكرة، لياس جلاسي أمامكم وعز بن شريفية، والمخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري. ياسين العمري والياس الجلاسي، والشمس ربما تأثر على التركيز. الحارس معز بن شريفية يمشي، ياسين العمري الأقرب أنه باش ينفذ هذه المخالفة مع أنه مقابلة الساق اليسرى الكرة. والحكم كالعادة صارم في قراراته، يؤمر جدار الترجي باحترام الأمطار القانونية. ضربة المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري. شنو يقول الحكم؟ فما تنبيه على شمس الدين الذوادي بعد ربما بعض المناوشات مع فهمي بن رمضان. على كل المخالفة للياس الجلاسي في القائمة الثانية، ولكن بعيدة على مرمى الحارس معز بن شريفية. الكرة رميت 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي المتقدم 2 بلاش رغم إضاعته لضربة جزاء، لكن الترجي يرجع ويسجل 2 أهداف. الكرة للبدري يبحث على المساندة، كوليبالي بقير، البدري يستعرض يعمل تمريرة بينية في اتجاه لوكوزا، فرصتك يا لوكوزا، وكاد يكون الثاني. وتألق الحارس محمد علي جراد أمام تسديدة وتصويبة قوية من جونيور لوكوزا، ويمنع فرصة تسجيل الهدف الثالث والثاني لجونيور لوكوزا. أمامكم الإعادة والتسديد من نيجيري الترجي جونيور لوكوزا. هذه كرة ترجع من دفاع الاتحاد من عليد، يبقى الضغط ولكن تخرج عالية الكرة، والمخالفة من أيمن بن محمد الظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي على ياسين العمري، والمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. وأمامكم الإعادة بالفعل بن محمد على العمري 20 على 10. هذه الإعادة، فرصة الثاني للوكوزا والثالث للترجي الرياضي التونسي، ولكن يخطئ الشباك في المرة هذه المهاجم النيجيري، والكرة تخرج رمية 6 أمتار. المرة هذه أيمن بن محمد يربح الثنائية، وحوارات بين اللاعبين بن محمد وأيضا مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري ياسين العمري. رمية 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. معز بن شريفية وخاطئة، ويعتذر من القائد نتاعه خليل شميم. ربما الكرات الخاطئة قد تعيد الاتحاد الرياضي المنستيري في المباراة. شكيب ترجع الكرة لصالح الاتحاد المنستيري، توزيعة طويلة تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. التوقيت إلى حد الآن 8 دقائق على انطلاق الشوط الثاني أو النصف الثاني من المباراة. التقدم متواصل للأحمر والأصفر 2 مقابل لا شيء.
هدف اول البلايلي وهدف ثاني لجونيور لوكوزا. مع التذكير ان الترجي اضاع ضربه جزاء نفذها يوسف البلايلي في دين الحارس محمد علي جراد. ترجع الكره خطيره البلايلي في هجوم عكس على الترجي. تحضير سعد بقير، بقير يهز كره على الجهه اليسار للدفاع الاتحاد المنستيري. التحضير مطالبه بنفس التد لكن الحكم يقول ما فما شيء. احمد محمود الغندور ترجع لصالح الترجي. شمس الدين الذوادي يلعب مع خليل شمام. خليل شمام بعداه المسكيني يلعب مع مين المسكيني. ترجع لشمام كوليبالي، كوليبالي سعد بقير، سعد بقير يلعب مع ايمن بن محمد. ايمن بن محمد مع زوز ملاعبيه. يرجع لخليل شمام، خليل شمام هز كول على الجهه اليمين وفما التغطيه. رجع اتصال على الاتحاد المنستيري خطير. رفيق كابو والذوادي واقف وين يلزم يقف. خرج الكرة التماس فكرة عن جانب من مشجعات المرة هذه يقولوا الترجي العنصر النسائي حاضر وبكثرة في مدارج الملعب الأولمبي برادس. جماهير صحيح ماهوش غفيرة من جانب الترجي، نعرف نهار صيام نهار رمضان وهذا ربما يأثر على البعض الحضور في الملعب، لكن الأكيد أنه العديد والعديد من أحباء الفريقين المشجعين الاتحاد المنستيري والترجي قاعدين يتابعوا فينا من خلال القناة الوطنية الأولى، وذلك علاش نقول لهم التحية مجددا لكل من يتابع فينا الآن على القناة الوطنية الأولى. وهي فكرة مرة أخرى عن جانب من مشجعي الترجي على مدارج الملعب الاولمبي برادس. نتابعوا تنفيذ المخالفه لصالح الاتحاد المنستيري. كره ثابته كل لاعبي الترجي في المنطقه الخلفيه باستثناء يوسف البلايلي موجود خارج منطقه الجزاء، موجود الى جانب رفيق كابو. ننتظر التنفيذ، ننتظر تنفيذ المخالفه. قاعدين نشاهدوا في المحاصره الفرديه رجل لرجل تتنفذ المخالفه اختيارها لكن فوق مرمى الحارس معز بن شرفيه. ضربه مرمى لصالح الترجي. امامكم الياس الجلاسي لاعب الاتحاد المنستيري واللي سبق له كيف ذكرنا تقمص ازياء والوان الترجي وايضا الملعب التونسي. ايمن بن محمد، ايمن بن محمد عطاء غزير ما شاء الله على الظهير الايسر للترجي. ايمن بن محمد في كل مباراه يعمل مجهود كبير، يعمل مباراه كبيره، مدافع عصري باتم معنى الكلمه، قوي فنيا وبدنيا ما شاء الله على بن محمد. ترجع الكره من جديد لصالح الترجي. المسكيني سعد بقير، سعد بقير لوكوزا يرجع مع بقير، بقير يرفع كره مخطئه ترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الاسبقيه متواصله مشاهدينا على الوطنيه الاولى، والتوقيت 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني من المباراة. والخبرة تصنع الفارق. الترجي هو الثابت في المباراة لحد الآن، هو اللي قاعد يسجل، هو خير الترجي الرياضي التونسي. الفرص موجودة ولكنه كان أنجع من الاتحاد الرياضي المنستيري اللي قاعد يحاول في هذه اللحظات. رفيق كابو في منطقة ال 18 يبحث على المساندة علي العامري، تبقى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. جلاسي التمرير للعمري ويسدد ولكن تخرج ضربة ركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت الترجي عنده لاعبين يملكوا هما أصحاب خبرة. وصل للشباك محمد علي جراد أمامكم الإعادة، وكانت من إحدى الفرص نتاع الاتحاد في الشوط الثاني. والركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ليس جلاسي باش ينفذ ضربة الركنية، أو ياسين العمري على الكرة. الاتحاد يحب يرجع في المباراة ولكن الترجي الرياضي التونسي ما خللوش المنافذ. الكرة هل تلعب ثنائية أم مباشرة؟ بالفعل ستلعب مباشرة في القائمة الثاني. ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، هذه اختيرة على دفاع الترجي. سعد بقير يخرج بالكرة لكن معاكسة للاتحاد، يمشي العمري ياخذ الكرة امام مزوز اللاعبين، يعمل مراوغه العمري، هذه اختيره ترجع من شمس الدين الذوادي. تبقى الاتحاد الرياضي المنستيري ضاغط في هذا الشوط الثاني عكس الشوط الاول اللي كان تقريبا كله للترجي الرياضي التونسي. بطبيعه في اخر الشوط الاول الاتحاد الرياضي المنستيري كان يتحرك من اجل عوده
في المباراة. على كل 6 أمتار للترجي. معز بن شريفية، كوليبالي للذوادي يرجع له. 1-2 تبقى لأيمن بن محمد. أيمن بن محمد فما المانع بن حسين باش ياخذ مكانه في تشكيلة المدرب لسعد الدريدي. بن محمد يرجع للخلف إلى خليل شمام. الكرة عالية للبلايلي، فما المخالفة بالفعل وتدخل فيه بعض الخشونة، واعتقد انه باش يكون البطاقة الصفراء بالفعل لعلاء زهير. ورقة صفراء لمدافع الاتحاد علاء زهير، وتعادل على مستوى الانذارات انيس البدري من الترجي، وايضا علاء زهير من الاتحاد الرياضي المنسيري. ياسين العامري يخرج ياخذ مكانه رقم 8 المانع بن حسين. ان شاء الله لباس ليوسف البلالي بعد العملية الأخيرة، والترجي أكيد حاجته بالملاعبية والرصيد البشري كامل باش ينجم يوفق قاريا. نحكيه على نهائي رابطة الأبطال الإفريقية والمخالفة. يقوم لباس يوسف البلالي، عمل كل شيء في مباراة اليوم، ضيع ضربة جزاء، سجل هدف، عمل كل شيء في المباراة. الكرة لإيهاب المباركي، ياخذ الكرة الاستلام من اللي خلاها أنيس البدري، كانت تمريرة من سعد بقير. البدري شوف الفنيات أنيس البدري، التمرير للوكوزا، لوكوزا باتجاه المسكيني البلايلي. البلايلي عنده الكرة خاطئة لكن يدارك المسكيني، يمشي بن محمد من أجل الهدف الثالث الترجي، ولكن الحارس محمد علي جراد يخرج ياخذ الكرة بديها الزوز. الترجي قادر على إضافة الهدف الثالث أو الرابع، والاتحاد قادر على التذليل الشديد. فعلا حبيب، والترجي من النقاط اللي لاحظتها خاصة في المهاجم الجيري جونيور لوكوزا، وأنه ماهوش لاعب أناني، يعني أول ما تأخرت الكرة يرى اللاعب صعب يعني في مكان مناسب، ما يحتكرش الكرة جونيور لوكوزا. وشفنا التحضير نتاع هدف يوسف البلايلي كيفاش جونيور لوكوزا ما خممش في الحل الفردي، فكر في الحل الجماعي، حضر، كان اضمن يوسف البلايلي مكانه، كان ارتح، كان اضمن لتسجيل هدف. وذاك اللي صار بعد ما اضاع البلايلي ضربه الجزاء من حاجات من خصال باين لهذا النجيري جونيور لوكوزا، انه يلعب بطريقه جماعيه، ما يخممش في الحل الفردي، وهذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه. ولقاء قاعد يمشي، ترجع الكرة كوليبالي، كوليبالي في مقابل شيء لصالح الترجي بقية، هدف البلايلي والثاني لجونيور لوكوزا، ما فماش مخالفة. يقول أحمد محمود الغندور أسبقية ميدانية واضحة، سيطرة للترجي، عنده الأسبقية في مقابلاش، لكن رفيق كابو في هذه العملية يبحث على مخالفة، يعمل توغل ويلقى الحل ويكسب مخالفة وإنذار في نفس الوقت لقاء فريق الترجي. فوسيني كوليبالي، هاي إعادة إنذار لقاء فريق الترجي أو لفوسيني كوليبالي، لأنه الكرة كانت بين كولي وأيضا خليل شمام، ورفيق كابو كان بين الزوز ملاعبية. الإنذار رفع في وجه فوسيني كوليبالي بعد هذه العملية والكرة الأخيرة لرفيق كابو. كرة كيف قلنا كنا كابو كان بين كوليبالي وايضا خليل شمام. معز بن شلبية، معز بن شلبية قاعد ينظم في جدار التغطية قبل تنفيذ هذه الكرة الثابتة في الأثنين. وذكر بأسبقية الترجي 2-2، هدف أول للبلايلي والثاني لجونيور لوكوزا، يعني جونيور عطى الأسيست بتاع الهدف الأول وسجل الثاني، هدف جميل لجونيور. ننتظر تنفيذ الكرة الثابتة. ياسين العمري حمل القميص رقم 10 أو كما يكون بن محمد، ذوادي، كوليبالي، البلايلي، فلتغطي أيضا مباركي. التنفيذ هل يكون لفهمي بن رمضان؟ باهية ممتازة من معز بن شريفية، وحاول المباغتة. معز بن شريفية متفطن، معز بن شريفية الخبرة متمرس، هذا الحارس خبرة كبيرة لمعز بن شريفية، متألق في هذه الفترة، يمر بفترة جيدة جدا معز بن شريفية. وشفنا الأداء البطولي في لقاء إياب ضد تيبي مازامبي الكونغولي. ترجع الكرة
لصالح الترجي. أنيس البدري، أنيس البدري بقير تلب الكرة ولوكوزلا خرج، بقير تلب ولوكوزلا خرج، ما فماش تسلل. سعد بقير يوزع، أوه لوكوزا، لوكوزا ما كانش بعيد على الثنائية وعلى الثالث الترجي. عملية هجومية من أنيس البدري ثم بقير، لوكوزا في نهاية العملية كاد أن يضيف الهدف الثالث الأحمر والأصفر والثاني ليه. هذه مخالفة يقول الحكم للاتحاد المنستيري، ترجع سريعة خطيرة بن محمد في التغطية، ممتاز بن محمد، شوفوا كيفاش تخرج الكرة نظيفة ما شاء الله على بن محمد، لاعب ممتاز مدافع ممتاز، لكن التصرف ما يسموش يكون هكا، مدافع ممتاز عمل تغطية نظيفة خرج بالكرة، إمكانيات بدنية هائلة. الحكم أحمد محمود الغندور يعيط على بن محمد، ينبه عليه وعلى اللاعب من الاتحاد المنستيري. الروح الرياضية موجودة، انذار انذار، بن محمد يرفع في وجهه الانذار، ولعب الاتحاد الرياضي المنستيري في الجهة المقابلة ايضا الياس الجلاسي يرفع في وجهه الانذار. هذه هي النتيجة، شوفوا الاعادة للعملية التحضير، ما فماش تسلل ياسر سعد بقير، ما فماش تسلل، التوزيع جونيور لوكوزا على العارضة، هاي اعادة من زاوية اخرى، شوفوا كيفاش رفع الكرة، شوفوا جونيور وشوفوا العارضة كيفاش رجعت كرة جونيور، رجعت الثالث للترجي والثاني للوكوزا. الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، رمية تماس يمشي ايمن بن محمد الى سعد بقير، الترجي يمر للسرعة القصوى، ونجاعة لوكوزا جونيور المهاجم النيجيري يحب يسجل العديد من الاهداف باش يضمن مكانه في ظل وجود ترسانة كبيرة من المهاجمين الناجعين والهدفين، نحكي على طايس الخليسي ايضا وبدرجة اقل هيثم الجويني. هذه كرة سعد بقير يطلب في الكرة، سعد بقير سعد 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 يسدد، ولكنها مشيت زاحفة مش بعيدة على مرمى الحارس محمد علي جراد، ويجرب حظه سعد بقير، ولكن الكرة تخطئ الشباك أمامكم، الإعادة يحط على ساقه اليسار يسدد، ولكن الكرة تمشي، التمريرة كانت من البلايلي، ولكن التسديد مشات مش بعيد على مرمى الحارس محمد علي جراد. الكرة لشمس الدين الذوادي يمشي على مسكيني محمد أمين إلى بن محمد، بن محمد خاطئة بالكرات القليلة اللي يعطيهم والتمريرات الخاطئة في المباراة الواحدة. الكرة لعلي العامري، علي سدد الكرة وتألق بجنفية، ملا معز كالعادة ثابت وموجود في شباك الترجي، معز بن شريفية ياخذ الكرة تسديدة قوية، ومعز بن شريفية كالعادة موجود للتصدي لكل الكرات. في وسط الميدان ياخذ بن محمد الى كوليبالي او المسكيني الى كوليبالي، فما المخالفه للفيل الايفواري، والحكم احمد الغندور يمنح المخالفه لارتكبها القائد زياد المشموم. هذه الاعاده واضحه والمخالفه من قائد الاتحاد على فوسيني كوليبالي، والمخالفه لصالح الترجي. تلعب بسرعه سعد بقير، سعد بقير يبحث عن المسانده، تمشي للبدري انيس، انيس باش يحط على ساقه اليمين، عمليه ممتازه فنيه ولكن ما تكملش ما تنجحش، ويبقى الامتلاك للترجي. شوف الجرينتا من ايهاب المباركي يرجع لشامو شمس الدين الذوادي، ويمشي سعد بقير الى يوسف البلالي، البلالي حب يجرب حظه، سعد بقير التمرير ما فماش تسلل، شوف الاستيمات من لاعبيه ودفاع الاتحاد، ولكن قبل هذا كله احمد الغندور الحكم الدولي المصري يقول المخالفه للضيوف للاتحاد الرياضي المنستيري، ومخالفه ورفع رجل من جونيور لوكوزا. اكيد راضي جمهور الترجي على اداء فريقه وعلى اداء المهاجم النيجيري جونيور لوكوزا. هذه كره للمانع بن حسين من اجل التذليل للاتحاد، ولكن الترجي ثابت الى حد الان، والركنيه لابناء المدرب لسعد الدريدي امامكم اللي خذا مكانه مع انطلاقه الشوط الثاني. المانع بن حسين ضربه الركنيه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذه عينه وفكره
على احباء الترجي الرياضي التونسي اللي يحضروا هذه المباراة اللي بدا يرتفع على العدد نتاعها. يمشي فهمي بن رمضان لتنفيذ ضربة الركنية. الركنية للاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي. هجمة معاكسة يمشي رفيق كابو اتحاد المنستيري. شكيب قاعد يحاولوا لكن دون جدوى امام فريق ثابت موجود كما نقولوا بلغه الكره راكز عنده الخبره، ولكن النتيجه دائما تقدم المحلي ترجي 2-0. للامانه حبيب رغم محاوله الاتحاد المنستيري الترجي هو الافضل في هذه المباراه الى حد الان، هو اللي يفرض فينا سقة على الاتحاد المنستيري. الترجي من حين لاخر قاعد يقوم بعروض في على الميدان، والجماهير تتغنى، الجماهير منتشية بهذه الأسبقية للترجي 2 مقابل شيء. الترجي للأمانة هو الأفضل إلى حد الآن في هذه المباراة رغم المحاولات الخطيرة في بعض الأحيان اللي قاعد يقوم بها الاتحاد المنستيري اللي ما كانش بعيد على مرمى الحارس معز بن شريفية. لن يخجل الاتحاد المنستيري من هذه الأسبقية لأنه قاعد يقوم بمباراة تليق بسمعة فريق، لكن الترجي يبقى الأخطر خطيرة. الثالث ضاع على الترجي، الهدف الثالث ضاع على الترجي وضاع الهدف على أنيس البدري. شفتوا كيفاش بصفة غريبة ضاع، شوف كيفاش قرص الكرة بلغة الكرة قرصها. يمكن يسجل هدف قبل ما يسدد على المرمى، حب يمكن يسجل هدف السعراضي، يمكن فرح بالهدف قبل ما يسجلوا فرصة خطيرة، وهذا ما يأكد قوة الترجي على مستوى الأرض. قرص الكرة أنيس البدري حب يرفعها بالحارس، هاي راية اللي مرفوعة من حكم المساعد الأول تحسين عبد السداد، وجود تسلل للرفيق كابو. شفتوا أنيس البدري، شفتوا العملية الأخيرة للترجي ووضعية التسلل كانت واضحة ضد رفيق كابو من الاتحاد الرياضي المنستيري. الطيب المزياني، المزياني كان إلى جانب معين الشعباني. تغيير في صفوف الترجي، تغيير تكتيكي طبعا، 18 خروج سعد بقير ودخول الطيب المزياني. هذا المنتدب الجزائري فنيات كبيرة لهذا اللاعب اللي عمل مباراته الأولى في دربي العاصمة بملعب مصطفى بن جنات المنستيري وقدم بالمناسبة أداء ممتاز جدا لطيب المزياني. هاو سعد بقير رجل النهائيات، إن شاء الله يكون حاضر في نهائي الشامبيونز ليج ضد الوداد البيضاوي، إن شاء الله يكون هدف العادة من سعد بقير والتتويج التونسي بإذن الله، والثاني على التوالي لشيخ الأندية التونسية. ترجع خليل شمام يلعب مع أيمن بن محمد، أيمن بن محمد حلوة ياسر المراوغة، يبعد على اللاعب. التغطية الثانية كانت ناجحة من جانب الاتحاد المنستيري، ياخذها بن محمد لكن يرتكب الخطأ، مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فكر برشا في الدفاع لسعد الدريدي في هذه المباراة، هي إعادة كانت مخالفة من علاء زهير لصالح الترجي. قلنا الاتحاد المنستيري وكأنه فكر أكثر ما يمكن، أكثر من لازم في الدفاع اليوم، وحاول يباغت بالهجومات المعاكسه، لكن الترجي كان اكثر واقعيه، سيطر فنيا وبدنيا وتكتيكيا على المباراه. تنفذ المخالفه خطيره وفي المعاكسه الشريفيه، محاوله اخرى لصالح الاتحاد المنستيري البلاني، ما تعدتش كورته ورجعت من رفيق كابو، تتواصل العمليه لياسر جداسي، يربح مخالفه لصالح الاتحاد المنستيري، زفرها احمد محمود الغندور في التوقيت إلى حد الآن 28 دقيقة لعب متواصل الأسبقية في مقابل شيء لشيخ الأندية التونسية. ياسر جلاسي على الكرة وضربت مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد قاعد يحاول ولكن الترجي منتشر كما يجب بتوصيات المدرب معين الشعبين. أمامكم في الصورة الحارس معز بشريفية، جلاسي قدامه أيضا الطيب المزيني، والحكم أحمد الغندور كالعادة موجود على كل الكرات. ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري في القائمة الثانية، ولكن تمشي رمية 6 أمتار، حكم دولي إلى حد الآن
بدون اخطاء. ضربه جزاء صفرها واضحه صريحه جليه. ايضا هدف الترجي الذي لتونسي ايضا بعد الاعاده كنا شاهدنا عامر عمراني هو اللاعب الاخير على ارضيه الميدان القريب لحارس المرمى، وبالتالي هدف شرعي. ايضا في المخالفات الحكم ماهوش قاعد يحسب بلغه الكره حتى في توزيع الانذارات، اعطى ثلاثه للترجي وايضا زوز الاتحاد الرياضي المناسيري. هكا نحبوا الحكام يحكموا بالعدل ويخليه. أيضا أسبقيت اللعب لجمالية الكرة والفرجة والأهداف حضرت في الملعب الأولمبي بيرادس. الكرة التماس خاطئة من إيهاب المباركي ترجع وتبقى لاتحاد الرياضي المناسيري، ولكن تدارك من كوليبالي. كوليبالي يخسر الكرة، ترجع لخليل الشمام. خليل يمشي شمس الدين الذوادي لحارس مرميه معز بن شريفية. معز بن شريفية يأخذ الكرة يقرب له خليل الشمام. خليل ينتظر المساندة في اتجاه جونيور لوكوزا، يطلع بالراس. لوكوزا ما كانش محظوظ في هذه المباراة، كرة كانت على العارضة بعد توزيعها كانت من الجهة اليمنى ولوكوزا ضيع فرصة. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنستيري. العامري يوزع الكرة وترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي قاعد يتعامل بذكية، تعرفوا ضغط الرزنامة المحلية. الترجي يلعب نهار الأربعاء 15 ماي ضد الملعب الجيبسي، مباراة مؤجلة من الجولة 21. هذه الإعادة والمخالفة من عزيز الشتيوي على يوسف البليلي. بعد المباراة هذه الترجي يوم السبت 18 ماي يمشي لسوسة في كلاسيكو البطولة، يواجه النجم الرياضي الساحلي. مباريات عديدة تتطلب رصيد بشري وافر، وهذا ما ينطبق على كتيبة المدرب معين الشعباني. الكرة لأيمن بن محمد، بن محمد أنيس البدري. البدري باش يسدد والثالث. البدري ثابتة في هذه المرة، ياخذ الكرة بكل ثقة في النفس في 31 دقيقة لعب، يعني في 71 دقيقة لعب و76 شكيب في الشوط الثاني، يعني 31 دقيقة لعب. أنيس البدري سدد زاحفة والكرة والبقية الكرة في الشباك. شوف الإعادة، مل البدري هدف العادة. البدري يهز الكرة، يهز راسه، قوة الشخصية يسدد والكرة في الشباك، في شباك الاتحاد. ومن النتائج ومن المرات القلائل الاتحاد يقبل نتيجة ثقيلة، والمرة هذه ثلاثة ولا ترجي، مع العلم أنه أضاع ضربة جزاء عن طريق يوسف البلاني. تحكي على ضربة جزاء يوسف البلاني، شفنا كيفاش بعد ما أضاع البلاني ضربة الجزاء كان حاسم وسجل هدف أول لصالح الترجي. البدري بدوره كان قادر على تسجيل هدف قبل هذا الهدف، لكنه تعامل يعني بأقل جدية مع الكرة، وهذاك علاش كورته كانت لبرا. في هذه المرة أنيس البدري سدد بقوة، ما خلى حتى إمكانية لمحمد علي جراد باش يسدد. هدف ثالث لصالح الترجي، ثلاثة مقابل لا شيء. أسبقية نعاود نقول مستحقة لأحمر والأصفر باعتبار ما قدموا على الميدان، باعتبار السيطرة الميدانية اللي فرضها شيخ الأندية التونسية في هذا اللقاء ضد الاتحاد المنستيري. للأمانة حبيب، الاتحاد المنستيري ما كانش في نهار وكنا ننتظر أداء أرفع مستوى من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري، لكن الترجي كان أكثر واقعية. خبرة لاعبيه مكنته باش ياخذ أسبقية، ثلاثة أهداف مقابل شيء مكنته، وسمحت لجماهير الترجي باش تتغنى بالفريق، باش تتغنى بأسماء اللاعبين، وتنتظر مستقبل أفضل للأحمر والأصفر اللي قاعد يهيمن على كرة القدم الأفريقية. هذا ما هو واضح وجلي، واللقاء الأخير ضد تيبي مازامبي يؤكد هذه الملاحظة. ترجع الكرة طيب المزياني، معاوض سعد بقير اللي عمل الأسيست بتاع كرة كادت تأتي بهدف من جونيور لوكوزا، ضربت على العارضة. بقير خلى مكانه لطيب المزياني، كنا لاعب يختزن إمكانيات فنية وبدنية هائلة. رصيد ثري للترجي، من نقاط قوة الترجي رصيد البشري الثري، واللي يخلي المدرب يكون مرتاح أكثر في التعامل
مع الرصيد ومع كل مباراة. ترجع الكرة بمخالفة، هذا أمامكم اللاعب علي العمري حامل القميص رقم 11 من جانب الاتحاد المنستيري. على الصورة ترجع من شمس الدين الذوادي بن شريفية كوليبالي. كوليبالي التوقيت إلى حد الآن 40 دقيقة، خلينا نتأكدوا من التوقيت 35 دقيقة لعب بالضبط في النصف الثاني من المباراة أسبقية. 3-2 هدف أول البلايلي، الثاني لجونيور لوكوزا والثالث لأنيس البدري. 3-0 أسبقية للترجي، والكرة حمراء وصفراء في وسط الميدان. باهية كرة بالقدم ترجع التالي للذوادي ثم تمشي لقدام خطيرة جونيور لوكوزا، وخروج صحيح لمحمد علي جراد موفق حارس الاتحاد المنستيري. تايمينج صحيح لحارس المرمى كابو لعب 1-2 مع الياس الجلاصي بواسطة عملية مرفوعة. الكرة خطيرة وجانبية، تسديدة رأسية مرت جانبية كانت من ملعب بن حسين. شوفوا الإعادة، ملعب بن حسين على يمين القائم الأيمن لمرمى الحارس معز بن شرفية. محاولة خطيرة الاتحاد الرياضي المنستيري، حاول المباغتة بهجوم معاكس. كرة الملعب بن حسين مرت جانبية لقائم الأيمن لمرمى الحارس معز بن شرفية. تحية مجددا لكل من يتابع في هذا اللقاء المباشر من ملعب الأولمبي بيرادس على القناة الوطنية الأولى من مشجعي الفريقين الترجي والاتحاد المنستيري، والتذكير بأن الترجي يتقدم 3-0 ضد الاتحاد المنستيري في هذا اللقاء السابع بين الفريقين في سباق كأس تونس. وبلال المجري باش يكون ثلاث تغييرات، المدرب معين الشعباني مكان من سيأخذ إما جونيور لوكوزا النيجيري أو الجزائري يوسف البلالي أو التونسي أنيس البدري. على كل ننتظر التغيير ولوحة الحكم الرابع محمد حسن. على كل الكرة بين قدام لاعبي الترجي، طيب المزيان يرجع لبن محمد بدوره للمسكيني إلى كوليبالي، إلى خليل شمام. خليل شمام يلعب أكثر راحة دفاع الترجي خاصة بعد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76 من أقدام أنيس البدري. كرة لكن المدافع يضعها في خطأ في التماس. 10 يخرج يوسف البلالي وياخذ مكانه بلال المجري. كرة كانت من حسام الدين الزيري والتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. لصق المقابلات يفرض على المدرب معين الشعباني التعامل بالشكل المطلوب مع الرصيد البشري. خروج يوسف البلالي ودخول بلال المجري، متأثر ربما مش بإصابة ولكن ببعض الإرهاق. تعرفوا الناس الكل المباراة الأخيرة ورحلة لوبومباتشي أثرت برشا على لاعبي الترجي الرياضي التونسي. بلال المجري إذن ياخذ مكان يوسف البلالي، وتغيير آخر وثالث في الأفق بالنسبة لتشكيلة المدرب لسعد الدريدي. فهمي قاسم باش ياخذ مكانه في تشكيلة المدرب لسعد الدريدي، ولكن قبل هذا الجزائري يوسف البلالي يخرج وياخذ مكانه بلال المجري. والتغيير الاتحاد الرياضي المنستيري، خروج عزيز الشتي ودخول كما ذكرت فهمي قاسم. عزيز يخرج وياخذ مكانه فهمي قاسم، وهكا كل مدرب كمل التغييرات الثلاث نتاعه. والكره التماس الترجي الرياضي التونسي، يمشي ايمن بن محمد للتنفيذ، يبحث على المساندة يلقاها من عند محمد امين المسكين، يخسر الكره في مرحله اولى ثم ثانيه عاليه، يمشي العامري ولكن اسبق شمس الدين الذوادي. الاتحاد من اجل هدف التذيل، والترجي من اجل مواصله مهرجان التهديف. الكره الجلاسي بدل على الجهه اليسار، تبقى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الزياده العدديه اللي يخلقها، شوف العمليه، شوف الكره من علي العمري، التمرير في اتجاه المشموم. كره والتصدي بن شريفيه. معز بن شريفيه كالعاده ثابت يقرا اللعب، توزيعه
لرفيق كاب، ولكن ثابت كالعاده معز بن شريفيه ومعين الشعباني متهني على حراسه مرمى الترجي الرياضي التونسي، لو انها كوره كانت في وسط الشباك، ولكن مستفيق وموجود الحارس معز بن شريفيه الحقيقه ديما حاسم خاصه في مباريات الكوب. وهذه ميزه الحراس الكبار، ميزه الحراس اللي عندهم تجربه وخبره طويله. معز بن شريفيه قاعد ياكد من مباراه الى مباراه وانه حارس كبير، حارس بالفعل قاد الترجي في ابرز واكبر المناسبات الى انتصارات وتتويجات كبيره. ترجع بن محمد يلعب مع بلال المجري على الصوره، فما التغطيه من مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري عمل العمراني. ترجع الكره رفيق كابو على الجهه اليسار قدامه خالد شمام، يلعب كره للعمري، محاوله خطيره الاتحاد الرياضي المنستيري، وهدف من رفيق كابو لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري بعد عمليه ثنائيه وكره قصيره في مناطق الترجي. رفيق كابو يذلل الفارق 3-1 لصالح الترجي الرياضي في هذه المباراة، الإعادة للعملية. الهدف الوحيد للاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق رفيق كابو في توقيت 86 دقيقة لعب، 3-1 لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء السابع بين الفريقين في سباق كأس تونس في كرة القدم. هدف أول عن طريق يوسف البليلي بعد أسيست ممتاز من جونيور لوكوزا، وثاني عن طريق النيجيري جونيور لوكوزا أنيس البدري. للأمانة وشاهدنا الإعادة ما كانش في موقع تسلل، لأنه يعني فما لاعب كان مكسر التسلل من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. وهدف ثالث بتسديدة صاروخية من أنيس البدري في مرمى الحارس محمد علي جراد، تسجيل الفارق كان من رفيق كابو في الدقيقة 86 من هذا الشوط الثاني من المباراة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. انتبهوا هذه الكرة الثابتة عن طريق فهمي قاسم حامل قميص رقم 28 باش يلعب الكرة الثابتة، باش يلعب المخالفة. هاو أمامكم فهمي قاسم. مشكورين زملائنا الفنيين التقنيين المصورين، المخرج نبيل بالسيدة مخرج هذه المباراة اللي أمنوكم في هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي برادس، وقفتوا أكيد على كل الجزئيات الخاصة بهذا اللقاء. 5 دقائق ما زالت تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، دون اعتبار الوقت بدل ضائع كما نقول، وأنه يبقى من مشمولات حكم المباراة هذه المرة المصري أحمد محمود الغندور، لاعب من الترجي ملقى على أرضية الميدان شمس الدين الذوادي. إن شاء الله لاباس يقوم شامو لاباس بعد ما شال حكم المصري للاطمئنان على صحة مدافع الترجي. 4 دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، 3-1 أسبقية للترجي إلى حد الآن في هذا اللقاء من مسابقة كأس تونس. ومرة أخرى نقول إن شاء الله حظ سعيد للترجي في نهائي الشامبيونز ليغ هنا في ملعب رادس، إن شاء الله تكون الفرحة كبيرة لممثل تونس، إن شاء الله يكون اللقب الرابع، التتويج الرابع والثاني على التوالي لشيخ الأندية التونسية. الهدف اللي سجله رفيق كابو يمكن من الحاجات اللي تحسب للمدرب الاسعد الدريدي، انه عمليه الهدف شاركوا فيها زوز ملاعبيه احتياطيين دخلوا اثناء اللعب، علي العمري اللي دخل في الشوط الاول، وايضا المنع بن حسين في الشوط الثاني. هذه كوره الترجي وما تعاملش مع الكوره كما يجب، المهاجم بلال المجري ربما يطالب الحكم بوجود هفوة. على كل بلال المجري اضاع فرصة الهدف الرابع لصالح الترجي الرياضي التونسي. كرة لرفيق كابو يعمل ترويض ولكن تمشي رويدا رمية تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. يمشي أيمن بن محمد أمامكم البدري صاحب الهدف الممتاز، تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس محمد علي جراد. البدري يرجع للخلف لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي يمشي للمباركي
الى كوليبالي، يخسر الكره تمشي لملعب نحسين. ربما استفاقة الاتحاد كانت متأخرة في المباراة، او على الاقل نحكيه على مستوى التسجيل. الكره تبقى لبن رمضان، بن رمضان يوزع الكره ويربح ضربة الركنية مع الدقائق الأخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة للتسعين. هل الترجي هو الأقرب بطبيعة للمرور الدور النصف النهائي، أو الاتحاد عنده رأي آخر باعتبار أنه في الكورة ما فماش مستحيل، ولو أنه الترجي هو اللي ماسك بزمام الأمور بما أنه منتشر كما يجب إلى حد الآن في هذه المباراة. أمامكم جونيور لوكوزا صاحب الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. جونيور يخلي الكره يمشي، ايمن بن محمد ياخذ الوقت نتاعو وسنة للدقيقه الاخيره والدقيقه ونص الاخيره في قبل نهايه التسعين، والترجي متقدم 3-1. الترجي بفضل بليلي لوكوزا والبدري، والاتحاد بفضل رفيق كابو. هذه كرة للترجي الرياضي التونسي، الماجري يخسر الكرة لكن يربح رمية التماس، التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. بن محمد إلى الماجري، 1-2. بن محمد يعمل المراوغة ولكن موجود دفاع الاتحاد الرياضي المناسيني، يرجع فهمي قاسم لتأمين التغطية الدفاعية. هذه كرة للمزينة لكن ترجع للاتحاد الرياضي المناسيني. فما نسق، فما الفرص وفما الأهداف في هذه المباراة، ما ينقصها حتى شيء هذه المباراة. كرة لرفيق كابو، رفيق على الكرة، شنو باش يعمل للعمري، سدد على القائم الأيسر. قلت استفاقة متأخرة للاتحاد وكاد يذلل الفارق مرة أخرى، وهذه الإعادة والتزيدة من عامر العمراني ليقدم للهجوم ويخلق الزيادة العددية في التسعين. كاد يذلل الفارق للاتحاد الرياضي المنسيني. قلت استفاقة متأخرة لأبناء الأسعد الدريدي. وصلنا لتسعين دقيقة، شكيب والحكم الرابع يستعد لرفع الوقت البديل. نقوله 4 دقائق كوقت بديل. الترجي أقرب للتأهل للدورة النصف النهائي، وبالتالي ملاقاة النادي الرياضي الصفاقسي في النصف النهائي الكأس. الترجي فعلا هو الأقرب الأجدر في هذه المباراة. الترجي استحق التأهل نجم نقولوا. 4 دقائق وقت بدل ضائع، رفع الحكم الرابع اللوحة حسن محمد. 4 دقائق وقت بدل ضائع، 3-1 أسبقية للترجي. تبدو الأمور وكأنها قد حسمت في هذه المباراة رغم المحاولة الأخيرة من جانب الاتحاد المنسيني. شفنا كرة على القائم الأيسر لمرمى الحارس المتألق معز بن شريفية، ترجع الكرة بتماس لصالح الترجي في مناطق الاتحاد الرياضي المنسيني. بن محمد يلعب التماس مع المسكيني، حلوة من المسكيني وتماس هذه مرة للاتحاد. هاو المسكيني أمامنا يقوم لباس، ترجع كرة طويلة في اتجاه رفيق كابو. كابو مع شمس الدين الذوادي يلعب كرة مع الكابتن خليل شمام، كرة في التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنسيني. دقيقتين ونصف فقط على نهاية الوقت بدل ضائع، الأسبقية متواصلة الأحمر الأصفر، 3-1 هدف للبليلي بعد أسيست ممتاز من جونيور لوكوزا. لوكوزا يسجل هدف ثاني جميل، والبدري يثلث النتيجة للترجي بتسديدة صاروخية استقرت في مرمى الحارس محمد علي جراد. كرة الاتحاد المنسيني ترجع في مناسبة أولى وثانية عادت لصالح الترجي، وفما مخالفة يقول الحكم المصري أحمد محمود الغندور لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري في هذه الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. الترجي قد يحسم أمور التأهل للدورة القادم وملاقاة النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بفضل هذه الأسبقية حبيب 3-1 وحيد للاتحاد الرياضي المنسيري. تلعب الكره سريعه تتوزع وفوق المرمى، ضربه مرمى لصالح الترجي. الترجي سائر نحو التاهل للدور المقبل عكس المباراه الاخرى. المباراه هذه الاقرب انها باش تمشي لل90، ماش نمشيو
لل 120 او ضربات الجزاء، عكس مباراه اتحاد بوسالم ولا ملعب الجيبس اللي وفيت في وقتها الاصلي في 90 بالتعادل 2-2. الفائز من المواجهه الاخرى باش يلاقي المتاهل مباراه النجم الساحلي والنادي الافريقي اللي مازال ما تحددش المعود نتاعها، في حين المتاهل من هذه المباراه والاقرب هو الترجي الرياضي التونسي، سيلاقي في النصف النهائي النادي الرياضي الصفاقسي. كوره للياسر الجلاسي، الجلاسي يربح رميه التماس. الترجي والمدرب معين الشعباني قاعد يدور في الرصيد البشري في الليفكتيف، برشا مقابلات في البطوله ايضا الكاس ورابطه الابطال الافريقيه. التماس للاتحاد الرياضي المناسيري ترجع، والامتلاك من علاء زهير يمشي لحسام الدين الزديري. التمرير خاطئ تبقى للترجي، ولكن كيف ما جيت ترجع برميه تماس من شمس الدين الذوادي للاتحاد الرياضي المناسيري. يمشي عامر العمرالي لتنفيذ رميه التماس للاتحاد. 3-1 للترجي الرياضي التونسي، نتيجه كافيه لحد الان الترجي للمرور للدور النصف النهائي، وغير كافي للاتحاد المناسيري لثمان مقعد في النصف النهائي. هذه كره للاتحاد الرياضي المناسيري باش يسدد، ومعز بن شريفيه، معز بن شريفيه كالعاده موجود ملا معز في هذه المباراه. تسديده كانت من علي العمري، وفي هذه الاونه بالضبط الحكم المصري احمد الغندور ينهي فعاليات هذه المباراة بتأهل الترجي. هذه الإعادة والكرة الأخيرة من زياد المشموم يسدد، ولكن تألق الحارس معز بشريفية. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، تأهله للدور النصف النهائي، حظ أوفر حبيب حبيب الاتحاد الرياضي حبيب المناسيري. عندك الكلمة عبد الرحمن. شكرا لك حبيب. معايا مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني. معين معناها الترجي تجاوز عقبة مازمبي، اليوم ثم الأداء وثم النتيجة مع تأهل للدور النصف النهائي من كأس تونس. الحمد لله، تعرف الكوب زاد أوبجيكتيف عنا بالنسبة لنا احنا سنة. الحمد لله معناها المنافس ماهوش سهل الاتحاد المناسيري. اليوم سهلنا المباراة على رواحنا، معناها ماركينا هدفين بورتون كنا نجموا نسجلوا أكثر، ولكن الحمد لله قعدنا معناها كونسونتري لاخر الماتش، ميم سي قبلنا بونتو معناها في الاخر. دوت فاسون تعرف زاد رمضان صيام فما سخانه، دونك الحمد لله نقولوا على كل حال. اكي كبير لوكوزا اكيد بالطبيعه، جونيور عنده مده يخدم معنا، اعطيناه برشا طون جو في لي ماتش اميكو، كلكو ماتش اميكو زاد في الشامبيونا. اليوم وقت اللي جات فرصه وكان حاضر 100% اعطيناه فرصته وكان في المستوى كما لي جوار نتاعنا الكل. ان شاء الله نوصلوا ونكملوا السيزون نتاعنا في التوب نيفو بالنسبه للي جوار الكل. بالنسبه لطه ياسين الخنيسي، ياسين مالوريزمون عنده ايلونغاسيون صغيره، نحاولوا ان شاء الله مع التنسيق مع الاطار الطبي ان شاء الله يكون جاهز قبل الفينال ولا الي ولا روتور. ان شاء الله ماذا بينا جوارتنا الكل يكونوا حاضرين ان شاء الله. قوه الترجي حاليا غاردي لا كونسونتراسيون في كل المسابقات. بطبيعه توا وصلنا للسبرينت فينال، مش مازال كوره، مازالوا ثلاثه جمعات كهو. اون دو اتر كونسونتري موتيفي، ان شاء الله بحول الله نوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا كل ان شاء الله. كذلك معين الشعباني معايا، كذلك انيس البدري احد اللاعبين المتالقين في الكاس. انيس سيتي ان ماتش تري ديسبوتي اي اوسي يا يو اون بريونت كاليفيكاسيون. وي سيتي ان ماتش ديفيسيل. Malgré tout, c'est un beau résultat, 3-1. On a encaissé un but en fin de partie. Mais alhamdoulilah, on est qualifié. On a joué avec nos atouts, avec l'expérience. Et voilà, aujourd'hui, la qualification est là, donc alhamdoulilah. Ça se passe aussi côté mental. Chaque semaine, une compétition. Chaque semaine, un défi. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de compétitions. Là, c'est important de se qualifier. On a la Champions League aussi qui arrive. Donc à nous de bien terminer championnat, coupe et Inch'Allah, Champions League. Merci bien. شمس الدين الذوادي، ترجي ذولي الشوط الاول ضمن تقريبا التاهل بعد الاسبقيه بزوز اهداف. اللي خطط نالو صار خاطر عارفين تعب باش يرجع علينا دزيامي تو مع السخانه، طقس سخون برشا مع التعب نتاع طرح اللي فات. عملنا مجهود كبير، عملنا بريمير ميتون ما كان زوز بونتو، سهلنا على روحنا الماتش. دزيامي تو قعدنا جاريه وجاونا اكثر من فرصه باش نقتلوا الماتش. ما كاين تروزيام بيوت، مي ليكيب ادفيرس معناها مستير بون ايكيب فيها ديزيليمون باهين،
احنا عملنا خطوه في الكاس ان شاء الله نحضروا الماتش الجاي ان شاء الله. صحيح تو الكل الامال على الشامبيونز ليغ الفينال. ايه اسبيرونس تلعب على التترويت الكل يعني عندنا شامبيونز ليغ وكوب دو تونيزي وشامبيونا عندنا جروب باهي ان شاء الله نشاركوا العباد الكل ونعملوا عام باهي ان شاء الله. شكرا لك شمس الدين تفاصيل معاكم مع ختام النقل المباشر حبيب وشكيب من الملعب الاولمبي بيراتس عوده لكم. شكرا لعبد الرحمن العش مشاهدينا الكرام اجمل تحيات كامل فريق التلفزيون الامن لكم هذا النقل المباشر المخرج نبيل بالسيده امل لكم النقل المباشر لهذه المباراه حبيب ابو اسم. يعطيكم الصحه شكيب يعطيكم الصحه الناس كلكم تابعتوا معنا في وخليكم مع ملخص لهذه المباراه شيء طيب.